لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بدنا نفرح لك، بدنا نغني لك، محلى هالفرحة على جبينك. بدنا نفرح لك وبدنا نغني لك، محلى نتصور كلنا مع بعض. يعني عشان وين هون بنتجمع كلنا مع بعض حواليكم يعني بالحرب. يا الأمير حسين صغر ودي بيتنا. شباب يلا نبدأ. يلا بعد الله يا ست العرايس رجوة كني لقيتي، ست العرايس رجوة كني لقيتي. حمام العريس شاهد الاستعدادات الأخيرة لولي العهد الأردني قبل زفافه. بدأت مراسم الزفاف الرسمية لحفل الزفاف الملكي لولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وفقا للعادات والتقاليد الأردنية بحمام العريس الذي أقامه الأمير عمر بن فيصل بن عم ولي العهد ابن عم ولي العهد الأردني. وأقام الأمير عمر بن فيصل حمام العريس بحسب إعلام أردني للأمير الحسين وولي العهد بمشاركة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وعدد من أقارب ورفاق الأمير الحسين في القوات المسلحة الأردنية في منزل الأمير فيصل قبيل التوجه إلى مأدبة العشاء التي يقيمها الملك في مدار بني هاشم. ويكون حمام العريس في العرس الأردني عند أحد أقرباء العريس أو أحد أصدقائه المقربين، وصاحب المنزل هو من يقوم بدعوة العريس ويتعمم على الجميع ليحضروا هذه المناسبة. وعادة ما يكون حمام الرئيس في المملكة الأردنية قبل الوليمة المزمع إقامتها إشهارا للزفاف، وتكون إما غداء أو عشاء كما هو منتظر إقامته اليوم في قصر الحسينية في العاصمة عمان. ونشر ولي العهد الأردني صور لها من حمام العريس عبر حساباته الرسمية معلقا الشكر الكبير للشباب الطيبة من الأقارب والزملاء في الجيش العربي على اللافتة العظيمة، كفيتوا ووفيتوا. واصل ولي العهد الأردني عبدالله الثاني مساء الأربعاء إلى مدار بني هاشم بالديوان الملك الهاشمي حيث يقيم فيها مأدبة العشاء بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد.
الملك في مزار بني هاشم حيث تقام مأدبة عشاء بمناسبة زفاف ولي العهد. وصل جلالة الملك عبدالله الثاني مساء الأربعاء إلى مزار بني هاشم بالديوان الملك الهاشمي حيث يقيم فيها مأدبة العشاء بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد. ويعرف العشاء في هذه المناسبات باسم القراء الذي يقدم فيه المنسب، وهو الطبق التقليد الأشهر في الأردن. والقراء وليمة العرس جزء من التقاليد الأردنية الأصيلة التي تعكس صفات الشخصية الأردنية كالكرم وحسن الضيافة. الملك يهدي ولي العهد سيفا هاشميا خلال مأدبة عشاء مزار بني هاشم. أهدى جلالة الملك عبدالله الثاني سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد سيفا من سيوف بني هاشم خلال مأدبة عشاء أقيمت في مزار بني هاشم في الديوان الملك الهاشمي بمناسبة زفاف سموه. حضرها قرابة 4000 مدعو. والسيف الذي أهداه الملك لولي العهد هو نسخة عن سيف جلالة الملك عبدالله الأول الذي صنع في الحجاز عام 1916. وصنع السيف في الأردن خصيصا لمناسبة زفاف ولي العهد، وهو من الحديد المستخرج من الأحجار المحيطة بقلعة عجلون. ونقش على السيف آية قرآنية كريمة: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. أميرتان من اليابان تحضران حفل زفاف الأمير الحسين. أعلنت الحكومة اليابانية أمس الثلاثاء إن الأميرة اليابانية هيساكو وابنتها الكبرى من تاكامودو سوف تزوران الأردن في الفترة من أواخر أيار مايو الجاري وحتى 3 حزيران لحضور حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. وأعلنت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري أن الأميرة هيساكو أرملة الأمير الراحل تاكامودو ابن عم الإمبراطور الفخري إكياهيتو، ستغادر في 28 أيار مايو الجاري، وستغادر الأميرة توسوجوكو في اليوم التالي بحسب وكالة الأنباء جيجي بريس اليابانية. وستحضر الأميرتان حفل الزفاف المقرر إقامته في الأول من حزيران يونيو المقبل بدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وقارينته الملكة رانيا. وستكون هذه أول رحلة خارجية رسمية للأميرة هيساكو منذ حزيران يونيو عام 2015 عندما زارت السويد لحضور حفل زفاف الأمير السويدي كارل فليب، في حين ستكون الرحلة الأولى على الإطلاق للأميرة توسوجوكو. ويتابع ملايين الأردنيين آخر مستجدات تفاصيل زواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة بنت خالد الأسيف في إطار استعدادات الأردن لإقامة حفل زفاف أسطوري. الديوان الملك الأردني كان قد كشف الستار عن بعض تفاصيل المكان وتاريخ عقد القران وما سيتبعه من خطط للاحتفال بزفاف ولي العهد. وقال في بيان أن مراسم قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الأنسة رجوة خالد آل سيف من المقرر أن تكون في الأول من شهر يونيو عام 2023، وستكون في قصر زهران بالعاصمة عمان. البيان أضاف أن في تفاصيل اليوم السعيد وجه الموكب الملكي بعد عقد القران إلى قصر الحسينية، وهو المكان المخصص لإقامة حفل استقبال ومأدبة عشاء بمناسبة الزفاف على أن يكون مغلقين للإعلام. وقصر زهران من أقدم القصور التي جرى تشييدها في العاصمة عمان، وشهد قبل 30 عاما مراسم زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في 10 يونيو عام 1993، كما أقيم فيه حفل زفاف الملك حسين والأميرة منى والملك حسين والملكة نورة أيضا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.